ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، ويا رب كل سنه وانتم طيبين كده. إيه، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم جميعا كده. إيه النهارده الفيديو بتاعي؟ يعني هيبقى فيه شويه حاجات كده شيقه شويه، هو معلش طويل شويه بس يعني ان شاء الله هيعجبكم. انا النهارده هفصل لكم تفسير عن تفسير العربيه في الحلم، وتاني حاجه هفصل لكم ليه ناس كتيره قوي لما بتيجي تنام اول النوم بيجي لها شعور كده كانها هتقع تروح قايمه. فهقول لكم ايه السبب ده، وهقول لكم ازاي تعالجوا الموضوع دوت. بس في الاول بقى ما تنسوش اللايك، حطوا اللايك دلوقتي عشان ما تنسوش، لان ما بقول لكمش بتنسوا صراحه. الاول موضوع العربيه ده في الحلم، العربيه دي بتعتبر هي في الحقيقه دي اداه توصيل من مكان لمكان. يبقى العربية بتبقى عبارة عن نقلة بتنقلك من حاجة لحاجة. يعني انت لو طالب هتنجح في الحلم، لو انت رايح في شغل او انت في شغل هتتقدم في شغلك. لو في واحدة حلمت في الحلم ان هي راكبة عربية جديدة، ده دليل على ان هي هيجي لها عريس غني جدا وهيكون كويس جدا. تاني حاجة، لو في واحدة متجوزة حلمت ان هي شافت عربية جديدة قدامها، ده دليل على كده ان هي ربنا هيرزقها بمولود جديد. لو في حد بقى شاف عربية مطافي في حلم، عربية المطافي دي دليل على ان هو داخل في شوية مشاكل صغيرين. لو حد حلم ان هو سايق عربية اجرة، كانت وات ايفر بقى ايه، بس هو عربية اجرة، ده دليل على كده ان هو كاتم اسرار، وان هو عنده اسرار كتيره وكتوم، ما بيبوحش باسراره لاي حد. إيه انا اللي خلاني فكرت في موضوع ان انا اكلمكم على موضوع العربيه النهارده، ان في واحده حبيبتي قوي كلمتني وقالت لي على حلم العربيه. حلم العربيه ده هي حلمت ان هي بصت لقيت فيه صيدلي قدامها. الصيدلي هي واحد، هي عارفه ان هو صيدلي في الحقيقه، وان هو راكب عربيه جميله جدا، العربيه دي هي اتمنتها. فبصت بعد شويه لقت عربيه شبيهه بيها مش زيها، هي التانيه كانت عربيه بيضه، دي كانت عربيه شبيهه بيها، فكانت لون تاني متغير شويه. فالمهم ان هي ركبت، ولما ركبت كان الكرسي اللي جنب السواق كان فاضي، وورا في الكرسي اللي ورا كان اخوها، وكانت بنت خالها، يعني حد قريبها، يعني قاعد ورا. المهم ان هي تفسير الحلم ده بالنسبة لها ان هي العربية دي الشخص اللي واقف ده اللي صيدلي ده بيفصل لها ان هي كان نفسها تخش الصيدلة. يعني هي العربية هنا بصاحبها ان هو صيدلي، دليل على كده كانت هي نفسها تخش كلية الصيدلة. بس هي لقت عربية تانية شبيهة بيها، فممكن تكون هتخش حاجة تانية قريبة من الصيدلة زيها، لان هي لقت نفس العربية بس لون تاني مختلف. هتخش حاجة تانية هتوصل لها. بس هي لما ركبت في العربية بتقول ان هي بصت جنبها ما لقتش السواق، يحاولوا اللي وراها يساعدوها، ان هي اللي هو اخوها وقريبتها، ان هم يشغلوا العربيه، ما حدش عارف يشغلها. هي حاولت وحاولت لغايه ما شغلتها وقدرت تشغلها وتبرمجها والعربيه مشيت بيها. عدم وجود القائد هنا، القائد هنا لو في شغل، القائد ده دليل على انه هو مدير شغل. لو هو في بيت، ده القائد ده بيكون هنا الاب. فده على حسب بقى الوضع بتاعها. فهي الدليل على كده ان هي هتخش كلية شبيهة باللي هي عايزاه، والكلية دي مش هيكون موجود معاها القائد بتاعها، ووجود اخوها وقريبتها من ورا دول دليل على ان هم حاولوا يساعدوها معرفوش، دليل على كده ان هو اخوها بيمثل، يعني مثلا اللي موجودين معاها في البيت ان هم بيحاولوا يساعدوها، وقريبتها دي دليل على ان القراب الاهل بيحاولوا يساعدوها برضه، بس يعني كله واقف معاها، بس هي قدرت بمجهودها هي وبشطارتها ان هي تمشي العربيه، وده اللي هيحصل معاها،
ان هي هتوصل للي هي عايزاه وهتبرمجها وهتمشي وهتمشي حياتها وهتتوفق وهتبقى تنجح فيها جدا جدا. وده تفسير العربية وقائد العربية. واي وفي حاجة تانية انا عايزة اقولها لكم قبل ما انسى، لو في اي حد بيبقى عنده حلم او اي حاجة يكتبها لي على الكومنتات زي ما بيجيلي دلوقتي وانا افسرها لكم، لان بيبقى مش عايزة ابقى اطول الفيديو عليكم، فعلشان كده بس ببقى عايزة يعني اختصر واقول النقط المهمة اللي ممكن تفيدكم. تاني حاجة بقى اللي هتكلم عليها ودي نقطة مهمة اوي، ليه اول النوم اول ما بتيجي تنام تلاقي نفسك نفضت كده، اللي هي النفضة دي جامدة، وبيجيلك شعور ان انت خلاص هتقع من على السرير وتقوم، او انك هتقع وهتقوم بصرف النظر عن السرير، بيجيلك شعور كده قوي. الحاجة دي بتيجي للشخص او بتيجي لاي حد بيكون دماغه مش مرتاحة، بيبقى عنده يعني حاجات كتيرة جدا بيفكر فيها، يا اما بيكون عمل مجهود جامد جدا لاخر وقت قبل النوم، بيكون شرب اي حاجة فيها كافيين، قهوة، شاي، كوك، حاجات من دي لوقت متأخر قبل النوم، بيكون عامل نزاع في نفسه كده، مش نايم نوم مرتاح، دماغه دي فيها مشغولة بكذا حاجة، علشان كده بيقعد يفكر كتير جدا قبل ما ينام. مجرد ما بينام العقل هنا مع عضلات جسمه بتبدأ تسترخى شوية، أول ما بتبدأ تسترخى بيحس بشعور غير طبيعي غير اللي هو جاي ينام بيه، ففي الحالة دي العقل بيدي إشارات غير يعني إشارات خاطئة للعضلات الجسم إن هو خلاص هيبدأ يقع، يروح الجسم منفوض وقايم من النوم. علشان كده في بعض العلماء تانيين قالوا بتيجي نسبة نقص الأكسجين أو بداية النوم أو انخفاض ضربات القلب أو النوم، بس دي معظم العلماء ما أكدوش عليها، بس التانيين الجزء التاني هم اللي أكدوا على إن هو العقل بيبقى داخل في صراعات كتيرة جدا على مدار اليوم وبيبدأ لفترة طويلة جدا، وخصوصا كمان حته اللي هو البني ادم اللي بيبدا يفضل ياكل ويشرب لوقت متاخر جدا. عشان كده الاجانب بيبقى العشاء بتاعهم بعد لغايه الساعه 7، بعد 7 مفيش حاجه خالص. علشان كده يا ريت الكل يعمل كده، يبدا ينظم حياته، ينظم وقته، الاكل لغايه الساعه 7، عايز تاخد بعد 7 ما تشربش شاي، ما تشربش قهوه، لو عايز حاجه بعد الساعه 7 اشرب كوبايه لبن دافيه عشان تنام نوم هادي. لكن الصراعات اللي بتبقى عايش بيها على مدار اليوم دي اللي بتوصلك للحاله اللي هي ديت، وان انت بتحس ان انت خلاص قربت تقع. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وبرضك يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وسبسكرايب والشير وتفعلوا زر الجرس علشان افضل معاكم ويوصل لكم كل جديد، وانتظروني في الفيديو اللي جاي ده انا هقول لكم فيه بالنسبة للحلم، اللي ايه الفرق بين حلم الليل وحلم النهار او الحلم بتاع الصبح او اللي بيجي على وش الفجر او لما بتيجي تبدأ تنام شوية تاني بعد ما تقوم من النوم، هل الحلم ده بيتحقق ولا لأ؟ انتظروني وان شاء الله نتقابله قريب جدا في الفيديو الجديد. وزي ما قلت لو عندكم اي حلم اي استفسار ابعتولي وانا حاضر من عينيا هفصل لكم اللي انتوا عايزينه. ومع السلامة.